بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيك شباب؟ هنحل مع بعض النهاردة ان شاء الله تمارين من كتاب الماهر على درس الاسس والمعادلات الاسية. شوف تمارين يا شباب مع مسائل تقيس مستويات عليا بالتفكير. شوف مع بعض كده اول سؤال، مسائل تقيس مستويات عليا بالتفكير. السؤال معانا رقم 13 موجود في الكتاب يا شباب. إذا كانت سين أس 3 بتساوي ص تربيع، وكان سين أس ن زائد 1 بيساوي ص أس ن ناقص 1، فما قيمة ن؟ إحنا عندنا معلومتين، إن سين أس 3 بتساوي ص أس 2، وعندي معادلة فيها س وص. نحاول نجيب س من المعادلة الأولى ونعوض عنها في المعادلة التانية، أو نجيب ص من المعادلة الأولى ونعوض عنها في المعادلة إيه؟ التانية، بحيث يكون الأساس زي الأساس وبالتالي الأس زي الأس. طب هنشتغل إزاي؟ أول حاجة بنكتب، هنقول بما أن س أس 3 تساوي ص تربيع، إذا ممكن نضرب الأس اللي هنا والأس اللي هنا في تلت. ليه؟ عشان تبقى س بتساوي ص أس 2 على 3. وبما أن عندي في التمرين بيقول لي س أس ن زائد 1 بتساوي ص أس ن ناقص 1، هنشيل السين ونكتب مكانها اتنين ص أس 2 على 3، تبقى ص أس 2 على 3 بكل أس ن زائد 1 بتساوي ص أس ن ناقص 1. بعد كده بنضرب الأس اللي جوه في الأس اللي بره. بالنسبة للصاد يعني صاد هتبقى أس 2 على 3 ن زائد 2 على 3، كل ده بيساوي ص أس ن ناقص 1. طيب طالما الأساس بيساوي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس، يعني اقول بما ان الاساس بيساوي الاساس اذا الاس بيساوي الاس، يبقى هنستنتج ان الاتنين على تلاتة نون زائد تلتين دي هتساوي نون ناقص واحد. يبقى تلتين نون لما نشيل منها النون، هنودي بقى ايه النون بعكس الاشارة هنا، يبقى تلتين نون ناقص نون، وعندنا هنا التلتين هنوديها بعكس الاشارة، يعني سالب واحد ناقص تلتين. تلتين لما ناخد منها الواحد، الواحد ده عبارة عن تلات أتلات، تلات أتلات نشيلها من التلتين، أو ممكن نضرب في تلاتة كله عشان تخلص من الكسر، مفيش مشكلة خالص، ماشي؟ أنت ممكن تضرب في تلاتة كله عشان تخلص من تلاتة الإيه اللي في المقام، مفيش مشكلة في الحل، أو تقول والله الواحد ده عبارة عن تلاتة على تلاتة، يبقى اتنين ناقص واحد بسالب واحد، اتنين ناقص خد بالك هي تلاتة على إيه على تلاتة، يبقى اتنين ناقص تلاتة بسالب واحد على تلاتة، نون. وهي نفس الكلام، الواحد ده هنخليه تلاتة على تلاتة. فنكتب هنا تلاتة زي ما هي تحت، ونقول له سالب خمسة على تلاتة. كده خلاص انت هتختصر المقام مع المقام، يبقى سالب واحد نون بيساوي سالب خمسة، يعني النون قيمتها بكام؟ قيمتها بخمسة. تمام كده يا شباب، يبقى أول واحدة النون بتاعتها طلعت بإيه؟ بخمسة. دي رقم إيه؟ رقم 13. السؤال اللي بعده رقم 14، بيقول لي أوجد قيمة س في كل مما يأتي. رقم 14، السؤال رقم 1، إذا كان 2 أس مقياس س ناقص 6 بتساوي 4 أس س ناقص 3، دي هنحلها إزاي؟ هنحاول نخلي الأساس زي الأساس وبالتالي الأس زي الأس، يعني أنت عندك هنا 2 أس مقياس س ناقص 6 هتساوي الأربعة دي اللي هي 2 أس 2، تمام؟ فالاتنين دي هتتضرب في الأس اللي عندي اللي هنا، شايفين يا شباب؟ فتبقى 2 أس 2 س ناقص 6. خلاص أصبح بقى الأساس زي الأساس وبالتالي الأس زي الأس، يعني عندك هتستنتج إن مقياس س ناقص 6 ده بيساوي 2 ناقص 6. طب دي مسألة مقياس، يعني بنحلها إزاي؟ بناخد يا إما اللي جوه المقياس ده بالموجب، يا إما بناخده بالسالب، بنقسم الكراسة كده. لما ناخده بالموجب هنقول له س أكبر من أو تساوي أصفار الدالة اللي جوه اللي هي بستة، وهنا س هتبقى أقل من 6، لازم الشروط تتكتب لدالة المقياس. بعد كده لما نيجي نحل بنعوض مكان اللي جوه المقياس ده بالموجب، يعني تاخد س ناقص 6 ده كلها على بعضها كده هتساوي 2 س ناقص 6، تودي بعكس الإشارة فتبقى س بتساوي، تودي ده بعكس الإشارة تبقى س بتساوي صفر. طيب هل الس لما طلعت بصفر حققت الشرط إن س تكون أكبر من أو تساوي 6؟ لا، ما حققتش الشرط، فبالتالي ده هيبقى مرفوض. طيب تعالى بقى ناخد الحل التاني اللي هو الفرض التاني، س أقل من 6، يبقى أنت عندك سالب س موجب 6، بتغير كل اللي جوه المقدار ده بإشارة سالبة،
تساوي 2 س ناقص 6. نودي السالب س بعكس الإشارة، تبقى 3 س بتساوي ايه؟ 12. نقسم بعد كده على 3، هتبقى س بتساوي 4. حققت لأن س كانت هنا أقل من الست، حققت الشرط، وبالتالي هتكون مجموعة الحل هتبقى معانا اللي هي 4. ده الرقم 1 في السؤال اللي هو رقم 14. نشوف بقى رقم 2 هنا. هنا بيقول لي يعني هنا في التمرين رقم 2 شباب بيقول ايه؟ 5 أس س في 3 أس 1 ناقص س جوه قوس وكل تربيع بيساوي 15. طب دي هنحلها ازاي يا شباب؟ والله احنا هنحاول نبسط اللي جوه المقدار، ماشي؟ يعني انت عندك هنا المقدار اللي جوه ممكن تقول ايه؟ 5 أس س فك 3 أس 1 ناقص س دي في، يعني خليها 3 أس 1 كده في 3 أس سالب س، وكل تربيع كده معاك بره، كل ده ب 15. طيب دي معناها ايه؟ دي معناها مقام يا شباب، 3 أس سالب س دي معناها 1 على 3 أس س. يعني انت عندك هنا يبقى 5 أس س على 3 أس س في 3 كل تربيع بيساوي 15. طيب ال 5 على 3 دي شايفينها؟ ممكن نقول كل أس س، يعني نقول 5 على 3 كده كل أس س اهي في 3 كل تربيع بيساوي 15. التربيع ده هيتوزع على المقدار اللي جوه، فلما نوزعه فتبقى 5 على 3 كل أس 2 س في 9 بتساوي 15. وزعنا التربيع يعني، نقسم بعد كده على 9، يعني تبقى 5 على 3 كل أس 2 س تساوي 15 على 9. طب 15 على 9 تتبسط، تقسم على 3 تبقى 5 على 3. خلاص أصبح الأساس بيساوي الأساس زي الأس بيساوي الأس، يعني معنى كده إن 2 س هتساوي 1، يعني س هتبقى بإيه؟ بنص. تمام، طلعنا قيمة س بنص. خلاص هو كان طالب قيمة س. طيب السؤال اللي بعده بيقول حل المعادلتين الآتيتين، 2 أس س زائد 2 ص بتساوي 256، والمعادلة التانية 7 أس 2 س زائد ص زائد 8 بتساوي 1. هنا عشان نحل المعادلتين الأولى يا شباب أقدر أقول الاتنين دي عبارة 256 عبارة عن 2 أس 8، وبالتالي طالما الأساس بيساوي الأساس إذا الأس بيساوي الأس يبقى المعادلة، وهنا الواحد ده خليه 7 أس 0، ماشي؟ ده أول حاجة خالص لما أجي أحل أهو، أقول له هنا 2 أس س زائد 2 ص تساوي 2 أس 8، يبقى أول معادلة إن س زائد 2 ص دي هتساوي 8. المعادلة التانية هنخليها ديت 7 أس 0، يعني تبقى 7 أس 2 س زائد ص زائد 8 بتساوي 7 أس 0. طالما الأساس بيساوي الأساس يعني الأس هيساوي الأس، يعني هنستنتج إن 2 س زائد ص زائد 8 تساوي 0. تمام، ما عندك معادلتين هما بقى تحلهم مع بعض، يعني تبقى هنا 2 س زائد ص بتساوي سالب 8. هنضرب المعادلة الأولى مثلا أو نضرب التانية مثلا، مش مشكلة أي معادلة نضربها، يعني بحيث نتخلص من واحدة من التانية. يعني لو ضربت المعادلة دي في سالب 2 ها يبقى هنا سالب 4 س سالب 2 ص بتساوي 16، بقت هنا معادلة، وكمان في معادلة فوقها. نجمع المعادلتين مع بعض، نجمع المعادلة الأولى والمعادلة التالتة. سالب 4 س زائد س بسالب 3 س، وستاشر زائد 8 ب 24، يعني س هتبقى قيمتها بسالب 8. جبنا س بسالب 8، نقدر بقى نجيب ايه قيمة الصاد وتعوض في أي معادلة. هو كان طالب ايه في المسألة؟ عايز يحل المعادلة، نكملها، نكمل التمرين. هو جبنا س بسالب 8، نعوض مثلا وليكن في المعادلة اللي فوق، هنحط مكان السين بسالب 8، يبقى سالب 8 زائد 2 ص بتساوي 8. نودي سالب 8 بعكس الإشارة، تبقى 2 ص بتساوي 16، نقسم على 2 يبقى ص بتساوي 8. يبقى الحل بتاع المعادلتين طبعا يا شباب هيبقى ايه؟ زوج مرتب اللي هو سالب 8 وايه؟ و8. تمام، لأن يبقى في نقطة تقاطع، المعادلتين دول من الدرجة الأولى بيتقاطع في النقطة سالب 8 و 8، دي مجموعة الحل بتاعتنا. طيب السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لي إذا كان 2 أس س زائد 2 أس ص بيساوي 6،
واتنين أسيسين في اتنين أس ص بيساوي 8. واضح كده؟ اوجد قيمة س وص. طيب نحلها ازاي ديت؟ انت عندك اتنين أس س، نستفيد من يعني لو تفتكروا يا شباب دي مسائل جمع وضرب. هنا اتنين أس س في اتنين أس ص بيساوي كام؟ التمانية. التمانية دي ممكن نخليها اتنين أس ثلاثة، يعني تحاول تجيب علاقة بين الس والص يعني. ماشي، ركز معايا كده هنحلها ازاي. يعني ناخد الفكرة الأول البسيطة في الحل. يعني انت عندك هنا برضو الستة دي ممكن تقول اتنين في تلاتة، بس احنا ناخد من هنا الأول علاقة يعني تربط بين س وص، وبعدين نبقى نعوضها في المعادلة الأولى دي نخليها ده يعني درجة. لو بتفتكر زي ما كنا بناخد تالتة إعدادي معادلة مثلا فيها جمع وضرب، بناخد المعادلة اللي فيها الضرب الأول نجيب واحدة بدالة التانية س بدالة الص، ونعوض في المعادلة اللي فيها الجمع. تمام، فهي انت لمحت ان دي 8، فتقول والله ان 2 اس س في 2 اس ص دي 8. 8 دي اللي هي 2 تكعيب. لاحظ ان انت ممكن تاخد الاثنين زي ما هي كده، هنا 2 اس س في 2 اس ص. طب في حاله الضرب الاساسات لما شاء الله بنعمل ايه في الاسس؟ بنجمع. يبقى 2 اس س زائد ص بتساوي 2 اس 3. طالما الاساس بيساوي الاساس، اذا الاس بيساوي الاس، يبقى انت هتستنتج ان س زائد ص دي 3. ادي اول معادله معاك. طب المعادلة الأولى تعالوا بقى نجيب واحدة بدلالة التانية. طيب ازاي؟ انت عندك هنا س ممكن تقول له عبارة عن تلاتة ناقص ص، وترجع تعوض في المعادلة اللي فاتت س هتساوي تلاتة ناقص ص. تعالى المعادلة بتاعتنا بقى اللي هي ايه الأولانية دي، شيل الس اللي هتقابلك وحط مكانها تلاتة ناقص ص. المعادلة الأولى دي فاهمين؟ قول له إذا اتنين أس تلاتة ناقص ص زائد اتنين أس ص بتساوي ايه؟ ستة. طيب نعمل ايه تاني؟ حاول فك المسألة اللي عندك. يعني عندك اتنين تبقى اتنين أس تلاتة اهي في اتنين أس سالب ص زائد اتنين أس ص بتساوي ستة. اتنين أس تلاتة دي بتمانية، تمام؟ واتنين أس سالب ص دي واحد على اتنين ايه؟ ص. ممكن تتخلص من الاتنين أس سالب دي أصلا، تضرب كله في اتنين أس ص كده مرة واحدة عشان تخلص من الأس السالب ده. فدول لما ضربوا في بعض هيروحوا مع بعض، فتبقى هيبقى عندك اتنين أس تلاتة، واتنين أس ص في اتنين أس ص باتنين أس اتنين ص بتساوي ستة في اتنين أس ص. تقدر انت تحولها لمعادلة وتحلل. يعني انت عندك اتنين اهي أس اتنين ص، ماشي، اتنين أس اتنين ص هيجيلها ده بعكس الإشارة، تبقى سالب ستة في اتنين أس ص. خلاص ودينا ده بعكس الإشارة، زائد اتنين أس تلاتة يساوي صفر. اتنين أس اتنين ص دي هنحللها أهو، يبقى اتنين أس ص، وهنا اتنين أس ص. التمانية على دي نحس ضربهم تمانية ونجمعهم، عندك الضرب التمانية ونطرحهم. هنا الإشارة موجبة ولا سالبة؟ ده موجبة. طيب كام في كام يديك تمانية؟ ويجمعهم يديك ستة. طبعا الإشارة تبقى سالب وإيه وسالب حسب اللي في النص. عندنا الاتنين في أربعة بتمانية ومجموعهم ستة، يبقى اتنين من أربعة. يبقى إحنا وصلنا إن اتنين أس ص باتنين، ووصلنا إن اتنين أس ص بأربعة، دي أول معادلة، اتنين أس ص باتنين واتنين أس ص بأربعة. يعني هنا الص تبقى بواحد، يعني اتنين أس واحد بيديني اتنين، تمام؟ وهنا اتنين أس اتنين بأربعة، يعني الصاد باتنين. طيب احنا جبنا دلوقتي، نكمل مع بعض كده يا شباب عشان نجيب بقى ايه السين. هترجع تعوض مكان الصاد، انت جبت الصاد واحد اهو، وعندك في علاقة بتربط بين السين وصاد، سين زائد الصاد بتلاتة، تقوم معوض مكان الصاد واحد، يعني تبقى سين زائد واحد هتساوي تلاتة، يعني السين قيمتها هتبقى باتنين. السين اللي عندي تبقى قيمتها باتنين. يبقى الزوج المرتب اللي هنا هيبقى عبارة النقطة يعني هتبقى اتنين واحد، يعني السين باتنين والصاد بإيه؟ بواحد. وهنا لما نعوض مكان الصاد باتنين يبقى السين بواحد، يعني مجموعة الحل هتبقى السين الأول عندنا باتنين والصاد بواحد أهي، أو ينفع السين بواحد والصاد باتنين. فهمنا يا شباب؟ دي كانت المسألة بتاعتنا اللي هي هو بيقول لي اوجد قيمة س وص. ماشي، ده القيم بتاعتنا يعني. وصلت الفكرة؟ تمام. شوف التمرين اللي بعده،
رقم 17، إذا كان 63 في 5 أصوصات بيساوي 75، و3 أصوصات في 65 بيساوي 45. اوجد قيمة س وص. دي مسألة ضرب ودي مسألة ضرب. طيب في مسألة ضرب وضرب ممكن احنا نقسم المعادلتين على بعض، لو قسمنا المعادلتين على بعض هتبقى 3 أس س على 3 أس ص، نقدر نقول 3 أس س ناقص ص، نطرح الأسس يعني، ماشي؟ يعني بالنسبة للتلاتة والتلاتة، يعني ممكن نجيب هنا الأس س مع س مثلا، دي فكرة إن أنت تجيب الس مع إيه مع الس وتبقى سهلة، تبقى معادلة في فورمول واحد، تقول 3 على 5 أس س مثلا، 5 أس ص على 3 أس ص، تبقى 5 على 3 كل أس إيه وكل أس ص، فهمتوا؟ يبقى نحاول إيه نخليها معادلة سهلة يعني قدامنا. يبقى المعادلة بتاعتنا السؤال رقم 17 لما نيجي نحله هنقسم المعادلتين على بعض للتسهيل يعني في الحل، خلاص؟ وتجيب الس مع الس والص مع الص يعني عشان تحاول تخلي التمرين بتاعك ايه سهل في الحل. يبقى القسم تقسم المعادلة واحد على المعادلة ايه اتنين، المعادلة دي الأولى ودي المعادلة التانية. لما نيجي نقسم 3 أس س في 5 أس ص على 3 أس ص في 5 أس س، هنقسم 75 على كام؟ على 45، هيديني 5 على ايه؟ على 3. طيب يا ولاد يا شباب، انت عندك 3 أس س و5 أس س، يعني لو خدنا 3 أس س ناقص ص وهنا في 5 أس س ناقص ص، المعادلة صعبة شوية يعني في الحل. طب الأسهل ايه؟ إن احنا ناخد السينات دي مع بعض والصلات مع بعض، نقول له 3 على 5 نحوط عليهم كده كل أس س، وهنا نقول له 5 على 3 كل اس ايه ص، كل ده عبارة عن 5 على 3. حاول بقى خلي الأساس زي الأساس، يعني انت عندك هنا تقلب واحدة مثلا زي دي، يعني تخلي 3 على 5 كده اس ايه س، ماشي؟ وتقوم ضاربها في 3 على 5 كل اس ص، كل ده عبارة عن 5 على 3، ماشي؟ طيب ايه اللي نعمله تاني؟ طالما ده ضرب أساسات مرشدة، في حالة الضرب بنجمع الأسس، خلاص؟ دي كانت كام؟ 5 على 3 هنا، ودي 3 على 5، ممكن دي برضو تقلب نقلبها هي كمان عشان تبقى زيها، 3 على 5 والسالب 1. نيجي بعد كده نقوم واخدين، طالما ده ضرب أساسات متشابهة بنجمع الأسس، يبقى 3 على 5 أس س ناقص ص بتساوي 3 على 5 أس كام؟ أس سالب 1. خلاص، طالما الأساس زي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس، يبقى أنت وصلت دلوقتي إن س ناقص ص دي بيساوي سالب 1. حاول تركز معايا، جبنا الس بدلالة الص أهي، نودي الناحية التانية، يبقى ص س بتساوي ص ناقص 1. بعد ما جبنا العلاقة اللي عندنا دي، نرجع نعوض بقى في أي معادلة من الاتنين بتوعنا اللي عندنا، يعني هي خلاص إذا جبت س دلالة الص، يا إما تختار المعادلة الأولى بقى، هتبقى معادلة في مجهول واحد يعني، المشكلة كانت معادلة في مجهولين. فتشيل السين وتحط مكانها ص ناقص 1، فبالتالي تعال نعوض هنا بقى في المعادلة الايه اللي فوق دي، نعوض كده مع بعض، هنشيل السين ونكتب مكانها المقدار ده، فيبقى عندك والله 3 أس ص ناقص 1 في 5 أس ص بتساوي 75. طب نعمل ايه في ال 75 دي؟ هنحاول نخليهم زي بعض، يعني ال 75 ده عبارة عن 25 في 3، ال 25 ده عبارة عن 5 أس 2 في 3، كل ده عبارة عن 3 أس ص في 5، 3 أس ص ناقص 1 في 5 أس ص. طيب نعمل ايه تاني؟ انت عندك 3 أس ص ناقص 1 دي ممكن تفكها، حاول بس ركز معايا كده، هتقول له 3 أس ص على 3، ماشي؟ لأن دي عبارة عن 3 أس ص في 3 أس سالب 1 اللي هي تولت يعني، في 5 أس ص بتساوي 5 تربيع في 3. طب ما اضرب ال 3 في 3 هنا يبقى ب 9، ها معايا كده؟ يبقى 3 أس ص في 5 أس ص بيساوي 5 تربيع في 9. ايه اللي احنا ملاحظينه؟ دي 3 أس ص في 5، طالما الأس زي الأس ممكن نعمل ايه؟ ناخدهم كلهم جوه قوس كده نقول أس ص عادي خالص، هنا نقول 25 في ايه؟ في 9، اللي هي 5، 5 أس 2 في 3 أس 2. لا يا مستر، دي برضه تبقى زيها، يعني نقول 3 في 5 أس ص بتساوي 3 في 5 الكل أس 2، أهي 3 في 5 الكل أس 2. لا طالما الأساس بيساوي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس، يعني الصاد هتبقى ب 2،
وطالما انت جبت الصاد باتنين تقدر تجيب السين، تعوض هنا اتنين ناقص واحد بواحد، يعني السين هتبقى بايه؟ بواحد. بس كده خلصنا. هي مسائل فيها شغل يا شباب انا عارف، ومسائل تقيلة، بس احنا لازم نتعود على الافكار دي. خلاص حاول تركز بقى وايه وتنقلها مرة واتنين كده وتحل الخطوات، عشان وارد يجيلك حاجة زي دي. فدي مسائل فيها شغل طبعا وكلها افكار. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها. يقول لي حل المعادلة 4 أس مقياس س ناقص 6 مضروبة في 2 أس س مقياس س زائد 8 بيساوي صفر. هنا عشان نحل المعادلة اللي قدامنا ده، احنا الأربعة دي ممكن نخليها 2 أس 2، تمام، وتبقى معادلة يعني زي التحليل كده، تحلل يعني تحلل، لأن هنا الأربعة دي 2 تربيع، فيبقى 2 أس 2 س، 2 أس 2 في مقياس س ناقص 6 في 2 أس مقياس س زائد 8 يساوي صفر. الاتنين هتبقى أس مقياس ايه؟ سينها، واتنين أس مقياس س. التمانية كام في كام؟ اتنين في 4، الكبير ياخد اللي في النص. ها طبعا هما الضرب الموجب شكل بعض، دي سالب ودي سالب، فتجزأ الكراسة بتاعتك بقى وتحلها، تمام؟ تجزأ كده تقول والله الاتنين أس مقياس س دي بتساوي اتنين ناقص 2 بيساوي صفر، يعني 2 أس مقياس س ده هيطلع ب2. طب 2 أس كام بيديك ب2؟ والله 2 أس صفر، يعني 2 صفر بواحد، 2 أس واحد بقى ب2، يبقى مقياس س ده هيطلع بإيه؟ هيطلع بواحد، يعني س هتبقى موجب أو سالب إيه؟ واحد، لأن جوه المقياس طلع بواحد، فتبقى قيمة س يا إما موجب أو سالب واحد. طب اللي بعدها 2 أس مقياس س ناقص 4 بيساوي صفر، يعني 2 أس مقياس س دي هتبقى ب4. يعني 2 أس مقياس س هتبقى ب4. طب 2 أس كام يا ولاد؟ بيديك 4، 2 أس 2، يعني المقياس ده هيطلع بإيه؟ ب2. يعني معنى الكلام إن الس هتبقى موجب أو سالب 2. خلاص جبت الحلول بتاعتك، تقدر تجيب مجموعة الحل تقول موجب أو سالب 1 أو موجب أو سالب 2. فهمنا كده يا شباب؟ الأمور واضحة؟ دي كانت المسألة معانا. تعالوا بقى نشوف أسئلة اختياري، يقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أول واحدة إذا كانت ن بتساوي 2 زائد 2 أس س، وم بتساوي 2 زائد 2 أس سالب س، أوجد م بدلالة النون. طيب دي تحل إزاي يا شباب؟ إحنا عندنا أصلا في المسألة النون جاب القيمة ليها والميم جاب، وعايزين نجيب م بدلالة النون. طب نعملها إزاي؟ ممكن نستغل ال 2 أس س دي موجودة، يعني 2 أس س دي هنقول بتساوي ن ناقص 2، واتنين أس سالب س دي موجودة نقول م ناقص 2، ونحاول نحل المعادلتين مع بعض. ماشي، يعني نحل المعادلتين مع بعض إن احنا نتخلص أصلا، لأن أنت عندك 2 أس سالب س لما تتضرب في 2 أس س تبقى 2 أس صفر بواحد، يعني ممكن تضرب الطرف الأيمن في الأيسر يعني. حاول بس تركز معايا كده. احنا استغلينا الأس موجودة، يعني ده أس أصلا، فتستغل الأسس دي في حل المسائل. انت هتقول 2 أس س ده عبارة عن ن ناقص 2، حاول تفكر بس كده معايا بهدوء خالص اهو عشان ما تلخبطش. وهنا 2 اس سالب س عباره عن م ناقص 2 اهي، مش دول معادلتين؟ دي معادله اولى ودي معادله تاني. طب ما تضربهم في بعض. والله لو ضربناهم في بعض ضرب واحد في 2 ايه اللي هنستنتجه؟ 2 اس س في 2 اس سالب س، اضرب الايمن في الايمن يعني والايسر في الايسر، دول لما ضربوا في بعض هيبقى 2 اس س في 2 اس سالب س هتساوي ن ناقص 2 في م ناقص 2، دول لما ضربوا في بعض 2 اس صفر كام؟ بواحد، ودول لما ضربوا بعض اللي هو ن ناقص 2 في م ناقص 2 هيتوزع بقى، يعني هتقول هنا ن في م ب 2 بم ن اهي، ون في سالب 2 بسالب 2 ن، سالب 2 م اهي، هنا موجب 4. هو عايز علاقه بتربط بم بدلالته، يعني م بتساوي ايه في ن يعني، فانت حاول تطلع م بدلاله ن. هتقوم واخد مثلا م معاها مشترك من هنا من دي ودي، وتاخد عندك ادي الم، يعني انت عندك هنا الم اهي ميم نون، تاخد الميم معاها مشترك. ماشي، وتخلي كل الطرف التاني نون، يعني ودي دول الناحية التانية كده تبقى واحد ناقص 4، ودي الناحية التانية، ودي كمان موجب 2 نون اهي، هيتبقى لك ده وده، خد منهم الميم معاها مشترك فيبقى ميم ها واخد هنا نون ناقص 2 ها، طلع بقى الميم المقدار ده كله بسالب 3 زائد 2 نون على نون ناقص ايه؟ ناقص 2.
ده الحل بتاعنا هنشرحه. خلاص يبقى انت كده جبت الميم بدلالة ايه النون. وضحت كده؟ تقدر تختار بقى الحل بتاعك وتشوف فين الإجابة وتختار. يبقى انت عندك 2 نون، 2 نون ناقص 3، ما هي 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 2 نون ناقص 3 على نون ناقص 2 بتساوي 2 نون ناقص 3 على نون ناقص 2 بس. يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي الأولى. السؤال اللي بعده رقم 2، تعالوا كده نشوف برضو الأفكار دي يا شباب. أنا عارف إن هي مسائل فيها شغل، حاول بس تفهم معايا، ركز واحنا مع بعض بنروح أفسر. إذا كان 1 على 27 أس م ناقص 1 يساوي 27 أس 2 ن في 9 أس ن زائد 1 ناقص 2 في 3 أس 8 ن زائد 1، فأيكم الصحيح؟ يعني أنهي علاقة بتربط بين النون والميم بيبقى صح؟ طيب فكر معايا بس كده، أنت عندك دي في المقام ممكن تطلعها في البسط صح؟ وهنا 27 ممكن تقول 3 أس 3 وتسعة 3 تربيع، تمام؟ وتحاول تخلي الأساسات كلها أعداد أولية وأنت بتشتغل. يبقى إحنا هنطلع دي فوق أهو، تبقى 27 أس سالب 2 وهنا موجب 1. طيب 27 بقى قلنا 3 أس 3، يبقى 3 أس 3 في 2 ب6، 6 ن. التسعة دي عبارة عن 3 أس 2 تتضرب، يبقى 2 ن زائد 2 ناقص 2 في 3 أس 8 ن زائد 1 أهي، لحد كده تمام. طيب نعمل ايه في 27؟ زي ما قلنا 27 دي 3 تكعيب، حاول بقى تكتب معايا كده عشان تفهم. 27 دي 3 أس 3 تتضرب في العدد اللي فوق، تبقى سالب 3 م زائد 3. هنا التلاتة يا ولاد شباب أساس زي الأساس، في حالة الأساس لما يبقى الأساس يعني في حالة الضرب بيجمع أسس، يعني الأساس مشابهة، فتبقى 3 أس، هنجمع دول مع بعض تبقى 8 ن زائد 2 ناقص، بهدوء خالص أهو ركز، 2 في 3 أس 8 ن زائد 1 تمام. طيب نعمل إيه بعد كده يا ولاد؟ إحنا ممكن نفك يا ولاد الأس ده، فكر معايا بس كده، الفك دي طلع منها رقم، ادي 3 أس عدد ودي 3 أس عدد، بس في مشكلة اللي هي 2 هنا. ها فكر معايا كده، يعني ممكن نخلي التلاتة أس، حاول اخلي الأساس زي الأساس. طب كمل كده معايا، 3 أس سالب 3 ب زائد 3، 3 أس، فك دي كده تبقى 3 أس 8 ن في 9 اللي هي 3 تربيع يعني، ناقص 2 في 3 أس 8 ن هنا في 3 أس 1 تمام. كمل معايا، يبقى 3 أس هنا سالب 3 م زائد 3 خلاص. دي لاحظ ان دول بقى شكل بعضهم، يعني نقدر احنا نطرح صح كده، صح تمام. مسألة ايه وضحت هنا الرؤية قدامنا، يعني دي 9 في 3 أس 8 ن ناقص 2 في 3 ب6، 6 في 3 أس 8 ن، ها 9 ناقص 6 ب3، يعني نقدر نقول والله 3 أس سالب 3 ن زائد 3 تساوي 9 ناقص 6 ب3، يبقى 3 في 3 أس 8 ن. هنا في حالة الضرب بنجمع الأسس، يعني تبقى 3 أس 8 ن زائد 1 ماشي، عشان نخلي الأساس زي الأساس وبالتالي الأس زي الأس، ونقدر احنا نبسطهم مع بعض. 3 أس سالب 3 ن زائد 3 بتساوي 3 أس، هنا أس 1 هنجمع 8 ن زائد 1. طالما الأساس بيساوي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس، يبقى أنت تستنتج إن سالب 3 ن زائد 3 بتساوي 8 ن زائد 1 خلاص. طيب نعمل إيه بعد كده؟ نجيب علاقة بقى بين الميم والنون اللي عندنا. يعني انت عندك في الاختيارات، بص كده في الاختيارات معايا، هل 8 ن، يعني عايز اجيب النون والميم في طرف. طيب تعالى نجيب النون والميم في طرف كده، يبقى 8 ن اهي، اودي لها السالب تبقى بموجب اهي، وهنا 3 يعدي لها الواحد بعكس الاشارة او 2، يبقى 8 ن زائد 3 ن بيساوي 2، 8 ن زائد 3 ن بيساوي 2 اهي العلاقة اللي هي التانية دي.
التمرين اللي بعده اختار رقم 3. اذا كان 2 اس 60 س سوى 5، و5 اس ص بيساوي 64، وس تربيع زائد ص تربيع ب21، فان س ناقص ص كل تربيع بنقطة. طيب احنا عندنا 2 اس س ب5، شايف الخمسة دي؟ ممكن نشيل الاتنين اس 2 س ونحطها مكان الخمسة اللي هنا، بحيث تجيب لك علاقة بين س وص بربطهم مع بعض. هو قال لك ان س تربيع زي ص تربيع يساوي 21، هتقوم شايل بقى الس معوض عنها بدلالة الص، هي معادلة في مجهول واحد يعني، أو تجيب علاقة بتربط بين س وص بينهم هما الاتنين. طيب تعال بس نشتغل كده فيها، واحنا ايه الخطوات هتبان، عاوز كده تجتهد في السؤال لما يجيلك. يعني انت عندك 2 اس 2 س بيساوي 5، احنا عارفين 2 اس 2 س دي اللي هي 4 اس س، يعني 4 اس س ب5، وعندنا 5 اس ص ب64، شيل بقى الخمسة دي وحط مكان 4 اس س هنا، فيبقى 4 اس س كل اس ص ب64. يعني انت عندك ال 64 ده عبارة عن 4 اس 4. طب الأساس بيساوي الأساس زي الأس بيساوي الأس، طب ما دي س في ص، يعني معناها إن 4 أس س في ص بتساوي 4 أس 4، يعني معنى الكلام إن س في ص بتساوي كام؟ بتساوي 4. طيب هو قالك إيه تاني؟ قالك إن س تربيع زائد ص تربيع ب21، هتقوم بقى شايل واحدة بدلالة التانية عشان تعوض بقى في المعادلة اللي عندك دي. هو عايز س ناقص ص كل تربيع. طيب طيب احنا ممكن يا ولاد برضو نفكر، ايه رايكم؟ طب ما انت عندك س في ص زي شغل اعدادي زمان، لما كان بيجيب لك معادله زي دي وتفكها وتعوض بالمعلومه الاولى والمعلومه الثانيه، يبقى انت والله تقول بما ان خلاص انت كده ايه فكره الحل ان هو عايز ده، ماشي؟ يعني مش شرط انت تجيب س بكام وص بكام، احنا ممكن نجيبهم، ولكن هو عايز س ناقص ص كل تربيع. يعني ممكن طالب يقول لك انا هجيب س بدلت الص، س بيساوي 4 على ص واعوضها هنا، واحل بقى واطلع قيمه الس والص. طيب وليه؟ ما انت عندك ان س ناقص ص انت عارف ان هي عباره عن س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 س ص اهي. تعالى بقى يا بطل شوف كده حبيبي، شوف يا شباب، الس في ص احنا جبناها ب4، هو قال لك ان س تربيع زائد ص تربيع ب21، طب ما دي عباره عن س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 س ص، صح؟ س تربيع زائد ص تربيع اللي هي ب21 ناقص 2، فقيمة س في ص انت جبتها ليها ب4، يبقى هنا 21 ناقص 8، 21 هنطرح منها 8 يديني 15، يبقى كام؟ هنا الس في ص قلنا ب4، هنا ال 4 في 4 ب 16، 4 في 16 ب 64، ب 4 اس 3 16، 4 في 4 ب 16، 16 في 4 ب 64، دي 4 اس 3، دي 4 اس 3، ماشي؟ 21 ناقص 6 يدي 15، فهمنا يا شباب؟ يبقى المسألة رقم 3 أقولها تاني، إحنا قلنا هنا 4 أس س في ص بتساوي 64، 64 ده 4 أس 3، الأساس بيساوي الأساس، الأس بيساوي الأس، يبقى 4 س في ص ب3، وإحنا عارفين إن س ناقص ص اللي هو عايزها كل تربيع عبارة عن س تربيع ناقص 2 س ص زي ص تربيع، فكنا المقدار اهو وجبنا س تربيع زي ص تربيع، هو قال لي عليها في التمرين س تربيع زي ص تربيع كان جايبها ب21 في المسألة، ماشي؟ و س في ص كان ب3، يبقى 21 ناقص 2 في 3 يبقى 21 ناقص 6 هيديك بكام؟ هيديك ب15، فهمتوا يا شباب؟ يبقى الإجابة بتاعتك هتاخد 15 للسؤال ده. طيب السؤال اللي بعده اللي هو رقم 4، إذا كان أ و ب ينتمي إلى ح موجب، وعندي أ أس ب تساوي ب أس أ، وأ بتساوي 5، فإن أ بتساوي نقطة. طيب تعالوا نحلها مع بعض كده برضه يا أولاد، نفكر مع بعض. عندك أ أس ب بتساوي ب أس أ، تمام؟ وعندك إيه تاني؟ وعندك أ بتساوي 5 ب، يعني ممكن تشيل ألف وتحط مكانها 5 ب هنا و5 ب هنا، تعوض يعني في المسألة في القاعدة اللي فوق دي، تعوض من واحد في اتنين يعني. ركز معايا بس، أنت عندك ألف أس ب اهي تساوي ب أس ألف، والألف ب5 ب، هشيل ألف وتحط مكانها 5 ب، يبقى 5 ب أس ب تساوي ب أس ألف، ال ب اهي والألف قلنا ب5 ب اهي. طب دي نعملها ازاي؟ 5 ب أس ب يساوي ب أس 5 ب. طيب فكر معايا برضو كده، انت ممكن يعني
توزع الأس كده ولا ايه؟ دي كانت ب، هنا ب اهيت، وهنا خمسة ب، خمسة ب بتساوي خمسة ب أس ب بتساوي ب أس خمسة ب. هنعمل ايه؟ ممكن والله ندخل نخلي الأس زي الأس، ايه رأيكم؟ يعني تقول والله ممكن تقول خمسة ب كده أس ب، حاول بس تركز معايا، خمسة ب أس ب صح؟ وتقول ب كده اهو أس خمسة كل أس ب. فاهم كده؟ فاهم يا شباب؟ ما هي مسائل عايزة كده، عايز تركيز بس. انت دلوقتي عاوز توصل لعلاقة، الأساس مش هيبقى زي الأساس، أمال هتعمل ايه؟ تقول ب أس خمسة كل أس ب، فلاحظت إن الأس زي الأس، طالما الأس زي الأس يبقى الأساس زي الأساس صح؟ يعني تقول والله إن الخمسة ب هتساوي ب أس خمسة. ها استوعبته؟ هو هنا الأس زي الأس اهو، أس زي الأس، الأساس زي الأساس، يبقى خمسة ب هي عبارة عن ب أس خمسة. طيب ب أس خمسة ديت بتساوي خمسة ب، ممكن تقسم على ب بقى، هتبقى خمسة بتساوي ب أس أربعة. قسمنا على ب الطرفين يعني، لما جينا قسمنا على ب تبقى خمسة ب أس خمسة على ب أس أربعة أس أربعة، يبقى أنت وصلت لب أس أربعة بخمسة. طيب يقدر يطلع منها قيمة ال ب، يبقى ال ب بتساوي خمسة أس ربع. ضربنا هنا في إيه؟ في ربع الأس هنا وأس هنا عشان نخلص من الأربعة، يبقى ال ب بتساوي خمسة أس ربع. طب ما تيجي نجيب ألف، ما احنا عندنا الألف أصلا قال لي إن هو خمسة ب، مش الألف بتساوي خمسة ب؟ خلاص بما أن الألف بتساوي خمسة ب، يبقى خمسة في قيمة ال ب اللي هي خمسة أس ربع، يبقى ألف بتساوي واحد وربع اللي هي واحد وإيه؟ واحد وربع اللي هي خمسة أرباع يعني، تمام؟ يبقى الألف بتساوي خمسة أس خمسة أرباع. سؤال يعني قوي، وفي فكرة يعني إيه جديدة يعني في الحل. خلاص فحاول بالك، تاخد بالك بقى، اتعوضت اهو، لما يجيلك حاجة زي دي هتعمل ايه؟ هتحاول تعمل الفكرة دي. ب أس خمسة، أنا عارف إن هي صعبة يا شباب، بس يعني حاول بس تركز معايا، ب أس خمسة كل أس ب، فالأساس بقى الأس زي الأس يبقى الأساس زي الأساس. خلاص طالما الأس زي الأس يبقى الأساس زي الأساس عندنا، يبقى خمسة ب دي هي عبارة عن ب أس خمسة. خلاص فاحنا جبنا قيمة الألف بقت خمسة أس خمسة على أربعة. طيب السؤال اللي بعده رقم خمسة بيقول إذا كان أربعة أس س في تلاتة أس ص بيساوي تلاتة، وأربعة أس ص في تلاتة أس س بيساوي 48. هو عايز إيه؟ عايز س زائد ص. طيب هنعملها إزاي؟ المعادلة بتاعتنا لو ضربناهم في بعض، هو عايز س زائد ص. طب س زائد ص تيجي إمتى؟ والله لو ضربنا المعادلتين في بعض يظهر لنا س زائد ص، يعني لو ضربنا المعادلة الأولى في المعادلة التانية. شايفين يا شباب؟ دي المعادلة الأولى المعادلة التانية، هو عايز س زائد ص هتظهر من ضرب أساسات، لو ده دول في بعض تجمع الأسس، فلما نضرب الأيمن في الأيمن والأيسر في الأيسر تبقى أربعة أس س زائد ص، في حالة ضرب نجمع الأسس، في تلاتة أس س زائد ص تساوي تلاتة في 48. تلاتة في تمانية بأربعة وعشرين، تلاتة في أربعة باتناشر، واتنين أربعتاشر. طب يا ولاد طالما الأس هو الأس، ممكن نعمل دي حوض كده قوس كبير، قول س زائد ص دي خلاص 144، عارفين هي 12 تربيع كده، المسألة اتحلت الحمد لله يعني ايه بسهولة اهيت. بصوا شباب، طالما الأس زي الأس يعني ممكن تحوض بقوس كده وتاخد الأساس اللي هنا واللي هنا، تسيب الأس بره، فيبقى 12 أس س زائد ص بتساوي 12 تربيع. يعني معنى كده إن س زائد ص هتطلع معانا بكام؟ ب2. خلاص يبقى الإجابة بتاعتنا س زائد ص بتساوي 2 موجودة، تمام. طيب السؤال اللي بعده رقم 6، إذا كان أ بتساوي 8 أس 15 و ب بتساوي 27 أس 10 و ج بتساوي 64 أس 5، أي من الجمل الآتية صحيحة؟ طيب أنت عندك الأ 8 أس 15 و ب 27 أس 10. والله يعني أنت هتجيب القيم لكل واحدة، يعني أنت الأ هتشوف بكام وال ب بكام وال ج بكام، ماشي؟ طيب نحاول برضو نفكر كده، نتعمق في التمرين، يعني نحاول نشوف قيم أبسط للحل. يعني احنا والله عارفين إن 27 ده عبارة عن 3 أس 3، أو 64 ده 4 أس 3، أو تقول له اللي هي 2 أس كام؟ 2 أس 6 64، والتمانية دي عبارة عن 2 أس كام؟ 2 أس 3 اتضرب في 15، فهمتوا؟ يبقى التمانية
اتنين أس تلاتة، ماشي. وهنا الرقم التاني اللي عندنا، هنا الرقم التالت. حاول يعني تخلي المسألة بسيطة قدامك بالنسبة للأساسات، يعني نبسط كده عشان نشوف العلاقة. طبعا في اختلاف، ما ينفعش ان هما كلهم زي بعض يعني، لأن الألف بس كده، الألف اهي هتقول اتنين أس كام؟ تلاتة، كل أس 15، يبقى اتنين أس كام؟ 45، ده الألف. طب الباء 27 أس 10 اللي هي 3 أس 3، 3 في 10 بكام؟ ب30. والجيم اللي هي 64 أس كام؟ أس 5، يعني تبقى 2 أس 6، 5 في 6 ب30. مين اللي أكتر بقى؟ أنت عايز تعرف طبعا، طالما الأس زي الأس يبقى طبعا 3 أس 2 أكتر، وهنا 2 أس 45 بقت واضحة قدامنا أهي. يبقى إحنا عندنا مين الكبير خالص اكبر حاجه؟ طب بس خد بالك، دي 2 اس 45 بتلاقي المشكله بقى في دول، انا عايز اعرف مين الكبير فيهم. طب اعمل ايه عشان اخليها اس 30 زيهم؟ تعالوا نفكر تفكير تاني، تعالوا نفكر تفكير تاني. التمانية دي ممكن اقول كام في كام؟ طبعا التمانية 2 تكعيب، يعني التكعيب ده سيب ال 15 كده، 2 اس 3 يعني 2 في كام في كام؟ 2 في 4، تمام. طب الاربعة، الأربعة اللي هي جذر اتنين، يعني ممكن نقول التلاتة، 2 أس 3 اللي هي 2 في 2 أس 2 كده، صح؟ احنا عايزين نحاول نخليها 30 زيهم يعني. فوالله لو قلنا التمانية اللي عندنا دي 2 أس 1 في 2 أس 1 2 أس 3، طب احنا عايزين نعملها جذر مثلا، يعني نقول ايه جذر الرقم، يعني عايزين نعملها كده. بص يا شباب، عايزين نعملها كده كل أس 15 عشان يديك عدد يعني اس 30. هي الفكره في كده، ان انت تخلي الاس 30. طيب هي كانت 8، والله احنا ممكن نعمل ايه؟ بص كده، شايف التربيع ده، يعني ممكن نخلي دي جذر، جذر تربيع الرقم، يعني نقول مثلا جذر تربيع الاتنين في اتنين، ما هي دي بكام؟ الاتنين خدنا الاس بتاعها، ركز كده معايا، الاتنين ده خدنا الاس بتاعها اللي هي الاتنين بره، والاتنين ده نخليها جذر اتنين، يبقى جذر اتنين في اتنين اس اتنين، الاتنين في خمسة 15 ب30، وده عندك هنا 2 جذر 2 كده، الخطة نفعت اهيت ايه ومظبوط. يبقى احنا حولنا كله خليناها أس 30 أهو. ها مين الأكبر بقى؟ طبعا 2 جذر 2 دي هتبقى أصغر من كام؟ هتبقى بينهم يعني، هتبقى 2 وكسر، هتبقى بين ده وده. فلما أجي أرتبهم بقى ترتيب تصاعدي، هتبقى الب عندك الجيم اهيت الأول، مش كده؟ الجيم الصغيرة، جيم أصغر، ماشي. ودي بينهم تبقى دي ألف ودي ب. فهمت يا شباب الفكرة؟ يعني الآن حاسبة مش هتطلع رقم الكبير ده، فأنت لازم تخلي يعني علاقة تربط بينهم زي ما احنا قلنا كده. فممكن طالب يقول لك على طول التمانية دي أنا عارف إن هي 2 جذر 2 تربيع، بس احنا فكرنا مع بعض أهو ووصلنا للحل. يعني حاول التفكير يبقى يعني إيه بسيط بالنسبة لك كده، حاول تربط مع بعض. بص أصل دي مشكلة، مش عارف مين الكبير بقى، دي ولا دي او اللي هي بينهم، فلازم تخلي الاس 45 دي ب 30، صح؟ فهنعمل ازاي؟ هنرجع للمساله اصلا بتاعتنا، ال 2 اس 3 دي خليناها 2 في 2 اس 2. طيب ال 2 اس 2، ال 2 دي خدناها بره، ما لازم برضو اخلي دي حاجه، خليها جذر 2 اس 2، يبقى خليناها جذر 2 اس 2 في 2 اس 2، وخدنا الاثنين بره، 2 تضرب في 15 بقى 30، يبقى عندك 2 جذر 2 30. خلاص كده انت خلصتها، تقدر بقى تاخد الاجابه بتاعتك الصح، تختارها. ب أكبر من أ أكبر من ج، ب أكبر من أ أكبر من ج، إيه العلاقة دي؟ أتمنى تكونوا فهمتوها يا شباب، ماشي. طيب سؤال 7 بيقول إذا كانت أ بتساوي س أس 2 زائد ص أس 2 وب بتساوي ص أس 2 ناقص س أس 2، فإن أ تربيع ناقص ب تربيع كل أس 3 على 2. طب احنا عارفين ان ا تربيع ناقص ب تربيع دي فرق المربعين، يعني ا ناقص ب في ا زائد ب، يعني انت هتعمل ايه؟ هتجمع ا زائد ب وتطرح ا ناقص ب وتعوض هنا، تمام. طيب ازاي يا مستر هنجمع؟ بسيط، لما تيجي تجمع هتلاقي في اختصار، اصل ده الاس زي الاس وده زي ده، اهم حاجه بس تبقى عارف ان ا تربيع ناقص ب تربيع الكل اس 3 على 2 دي عباره ا ناقص ب ا زائد ب كل اس 3 على 2. يبقى المطلوب منك تجيب أ ناقص ب، أ ناقص ب، يبقى نقول هنا س أس 3 على 2 زائد ص أس 2 على 3
ناقص قيمة ال ب اللي هي ص، تلتين زائد س أس تلتين أهو، دول يا مستر هيروح مع بعض، يبقى عندك اتنين س أس اتنين على تلاتة خلاص. وعندك هنا اللي بعدها احنا عايزين نجيب ا زائد ب اهي، اجمعهم يعني تبقى س اس 3 على 2. خد بالك لما جينا عملنا طرح غيرنا اشاره التاني كله، ما تلخبطش بقى في السالب زي ما انت متعود، بتغير الاشاره بتاعه المقدار التاني ماشي. طيب هنا الجمع بنكتبها زي ما هي يعني، الجمع في جمع يبقى ص اس 2 على 3 زائد ال ب اللي هي ص اس 2 على 3 ناقص س اس 2 على 3. هنا السالب هتروح مع السالب، فيبقى عندك اتنين صاد أس اتنين على تلاتة ماشي اها. عوض بقى فوق مكان الطرح ومكان الجمع واضربهم في بعض، أس تلاتة على اتنين ماشي. طيب انت في الطرح عوض معايا كده حبايبي شباب، عبوضوا معايا يبقى ورقة وقلم طبعا يا شباب، ألف ناقص ب عوضها هنا، هيبقى اتنين س أس اتنين على تلاتة، هنا ص اتنين ا زائد ب اللي هي اتنين ص كل أس اتنين على تلاتة. شباب اتنين في اتنين بأربعة، س أس اتنين على تلاتة في ص أس اتنين على تلاتة كل أس تلاتة على اتنين، وزع بقى الأس فتبقى أربعة أس تلاتة على اتنين. هنا حبايبي يا شباب لما نضرب الأس ده في الأس ده يبقى واحد س أس واحد، واللي يبقى ص أس واحد، يبقى الناتج بتاعك هيبقى أربعة أس تلاتة على اتنين في س في ص. طب أربعة أس تلاتة على اتنين نجيبها ازاي؟ بسيط، بص كده هتبقى أربعة أس نص كل أس تلاتة في س في ص. أربعة أس نص اللي هي الجذر التربيعي لأربعة باتنين يعني، فتبقى اتنين أس تلاتة اللي هي تمانية، يبقى تمانية س ص، ده الناتج النهائي بتاع التمرين. طبعا أفكار غير تقليدية وأفكار جديدة بتقابلنا في حل المسائل أهي، يبقى 8 س ص. طيب السؤال اللي بعده رقم 8 يقول اذا كان 2 اس س بتساوي 3 اس ص بتساوي 94 بتساوي 576، فان 1 على س زائد 1 على ص زائد 1 على ايه. طيب نعمل ازاي المساله دي يا شباب؟ حاول تفكر معايا بس كده، يا ازاي اصلا نوصل ل 1 على س 1 على ص 1 على ايه؟ والله نوصل العلاقة ديت لو احنا جبنا السين والصاد والعين مثلا، وبعدين يعني حولناهم لكسور مثلا قلبنا او خدنا عامل مشترك. طيب والله هو قالك معلومة ان هما كلهم بيساوي 576 صح؟ طيب ممكن ناخد علاقة علاقة يعني نقول والله الاتنين والسين دي تساوي 576 ونطلع منها السين، يعني ايه بقى يا شباب؟ الاتنين كده بتساوي، عايزين بقى نوصل للصورة ده اهي، واحد يبقى واحد على س تمام، ضربنا في واحد واحد على س هنا واحد على س هنا، نفس الكلام ها كمل كده معايا، تلاتة أس ص 576 ها، يبقى تلاتة بتساوي 576 أس واحد على ص. طيب اللي بعدها أربعة وتسعين 576 فتبقى 4 تساوي 576 أس واحد على عين. طب يا مستر احنا عايزين نجيب 576 نجيبها ازاي يعني؟ والله انت لو ضربت دول في بعض، 2 في 3 ب 6، فكر معايا كده، 4 في 6 ب 24، 24 أس كام يديك 576؟ طب ما 24 يا مستر تضرب فين؟ في نفسها. يبقى احنا نضرب العلاقات كلها مع بعض، نضرب الأيمن في الأيمن كله والأيسر كله في الأيسر، ايه رأيكم؟ هيبقى هنا 24 ها بتساوي 576 أس، لما تضرب الأساسات حالة الضرب بنجمع ايه الأسس، يقوم ظاهر لك بقى المقدار ده، خلاص كده اتحلت، يبقى 1 على س زائد 1 على ص زائد 1 على ايه على ايه خلاص. ال 24 احنا قلنا ان هي الجذر التربيعي يعني 576، 576 أس ايه أس نص، 576 أس نص، ليه بنعمل كده؟ عشان نخلي الأساس زي الأساس والأس زي الأس، تساوي 576 أس واحد على س زائد، مسألة قوية طبعا يا شباب، قوية طبعا وفكرتها غريبة وما خدناش قبل كده ماشي. ف
انت لازم تتمرن زي ما انا قلت على المسائل دي كويس جدا، لان وارد يجي حاجه زي دي في الامتحان، واحنا بنقول كل دي اصعب حاجه بقى، يعني مش هجيب بعد كده يعني ان شاء الله. تمام، تبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ نص. خلاص شوف التمرين اللي بعده، بيقول لي هنا اذا كان 4 اس على 1 زائد ه اس س زائد ه اس س على 1 زائد ه اس سالب س، او هو عايز يجمع الاتنين دول يشوف الناتج بكام. طيب ايه مشكلتك هنا؟ ان في الاختيارات كله ه اس س واحد وسالب واحد. طب انا عندي مشكلة في دي، عشان اتخلص منها اضرب كله في ه اس سالب س، ايه رأيكم؟ يبقى نضرب كله في ه اس س، تبقى ه اس 2 س هنا ماشي، وبعدين ه اس س هنا زي ه 2 س، وهنا لما نضرب بس المقام تبقى ه اس 2 س، وهنا ه اس س، وهنا تبقى ايه؟ 1. صح كده، ممكن ان احنا نوحد المقامات بتاعتنا اول بسطها، يعني ما كانش لازم نضرب في دي، ممكن نضرب هنا بس ومقام يعني في المقدار ده. طب لو حبيت تاخد توحد مقاماتك هتاخد تبقى يعني هيبقى صعبة شوية، فالمقدار ده ما تضربوش في ه اس س ماشي، سيبها زي ما هي كده، سيب الأولاني زي ما هو عشان تبقى سهلة، لأن احنا ظهر واحد بقى الأساس زي الأساس، يعني لما ضربنا في ه أس سالب س هيبقى ظهر الدالة دي أقام زي المقام، فتقدر تجمع على طول. أدي الدالة الأولى هي بتاعتي، سيبناها زي ما هي يا شباب، دي مش هنضربها في ه أس س، هنضرب دي بس. فبقت عندك ه أس 2 س على ه أس س زائد 1، الأساس زي الأساس أهو، ونقدر نجمع دي قصور متجانسة يعني، فتبقى ه أس س زائد 1، واجمع الأس هنا تبقى ه أس س زائد ه 2 س. تعالى بقى خد عامل مشترك من البسط عشان تختصر، يعني المقام بتاعك ه أس س زائد 1، خد من هنا ه أس س، هيتبقى من هنا 1، وهنا يبقى ه أس إيه؟ أس س، القوس راح مع قوس، فطلع الناتج بـ ه أس س. طبعا الكلام ده بالتفصيل هناخده ان شاء الله في تالتة ثانوي، اللي هي العدد النيبيري ها، وازاي نشتغل عليه بإذن الله في تالتة ثانوي، هتاخد الكلام ده بالتفصيل. ولكن دي معادلة فيها ها، فما تلخبطش، الها ده يعني عدد زيه زي التلاتة زي الأربعة، مفيش مشكلة، اسمه العدد النيبيري ماشي، اللي هو بيبقى 2.7. فحتى زي ما قلت لك انت، بس دي معادلة عادية، الها دي عادية خالص زيه زي اي رمز عادي، مفيش اي مشكلة خالص. خلاص تعالى بقى نشوف التمرين اللي بعده رقم 10. هنا بيقول لي في التمرين اذا كان جتا س أس 2 أس جتا 2 س ناقص 1 يساوي 1، وس تنتمي من 0 لباي، فإن س يساوي نقطة. طيب إحنا عندنا جتا أس س جتا س، كان كده معايا جتا س ها أس إيه؟ جتا س أس جتا 2 س. أه يا ولاد، أيوة، أي عدد مرفوع أس 0 بواحد، يعني معنى كده يا ولاد إن الجا 2 س ناقص 1 بصفر، يعني ان جا 2 س دي قيمتها بكام؟ بواحد. طيب جا مين بيديك واحد؟ انا عندي يا مستر جا 90 بيساوي 1، فاهمين؟ ما هو يعني الجا بص كده ركز معايا، ادي دايرة الوحدة، هنا النقطة بيكون احداثها صفر و واحد عند 90، جا مين بواحد؟ جا 90، لأن الأولى جتا والتانية جا، خلاص؟ يبقى احنا عندنا الجا ده اول فرض. طيب ممكن يبقى عندنا فرض تاني، حاول بس ركز معايا، ده الفرض الاولاني بس خليك معايا للاخر. انت دلوقتي قلت فيه ان جتا س دي اس جتا 2 س بواحد، يبقى الاس بصفر، تمام، واشتغلنا عادي وقلنا والله ان جا مين بواحد، وقلنا جا 90، يعني 2 س دي عباره عن 90، يعني س قيمتها 45. خلاص ده اول حل صح. طيب لانه قال لك من صفر الباي، طب ما انت ممكن برضو تقول له والله ان جتا س ديت هتبقى قيمتها بكام؟ جتا س هتبقى بايه؟ واحد. ممكن نقول كده ان جتا س دي تبقى بواحد، ليه؟ لان واحد اس اي عدد واحد، صح، من التفكير برضو تاني، يعني التفكير الاولاني ان جتا س اس صفر وواحد، طلعنا من س ب 45 اللي هي 4، لان هو بيقول لك في حل تاني الباي او الصفر، عشان كده يا ولاد هيبقى فيه تفكير تاني، تحاول تفكر، ممكن تقول لي جتا س دي بواحد، واحد اس اي عدد بواحد، هتقول له او ان جتا س دي بواحد، لا
جتا سين واحد فين؟ يعني جتا ميم بواحد. الجتا يا ولاد بتبقى الإحداث الأولي في النقطة بتاعتك، يعني هنا مثلا واحد وصفر، ها، وهنا دي ايه؟ سالب واحد وصفر. يبقى جتا بتاخد الأولانية، يبقى جتا صفر بيساوي واحد، يبقى السين هتبقى قيمتها بكام؟ بصفر، صح؟ طيب سين بصفر، يبقى انت عندك صلة صفر طلع ايه؟ بقى على أربعة. طيب هل في حل تاني؟ يعني والله ممكن برضو جتا سين دي اللي عندنا قيمتها تبقى سالب واحد، ما هو الجا سين دي دالة زوجية، الدالة الزوجية بتخلي العارض ده بيطلع بالموجب. يعني ممكن تفكير آخر، احنا بنفكر اهو مع بعض، يعني احنا بنروح فضل بنفكر كل الأفكار معانا اهو. أول تفكير قلنا الأس يبقى بصفر، تاني تفكير قلنا إن الجتا دي تبقى بواحد، تالت تفكير دي دالة زوجية، يعني الجتا دي ممكن تبقى بسالب واحد برضه. ماشي الحل، أو تقول له أو أهو إن الجتا س سالب واحد. طب جتا مين بسالب واحد؟ جتا 180، يعني السين هتبقى ب180، خلاص. طيب ال180 دي هتحقق ولا لا تحقق؟ بتحقق العلاقة ولا لا؟ لو انت عوضت هنا في الدالة اللي فوق، 2 في 180 ب360، 360 ناقص واحد مش هتطلع نص صفر، مش هيطلع رقم أس صفر يديك واحد، بس ال180 دي لا تحقق. طب السين لما جينا عوضنا عنها بصفر، ها، 2 في 0 بصفر، جاية سالب واحد، جاية بتطرد الإشارة، فهي تتحقق. يبقى الصفر هيحقق العلاقة، والباي لا تحقق العلاقة اللي عندنا. ال180 لما جينا نعوضها عنها فوق، يعني انت عوضت على الجتا هنا، قلت جتا 180 بسالب واحد، جيت تعوض ب180 هنا، أهو كده 2 في 180 360، 360 ناقص واحد جا بتاعها، يعني الرقم اللي هيطلع عندك جا، بص كده جا أهي، عوض 180 تبقى جا 360 ناقص واحد. الجا 360 ناقص واحد دي فين يا شباب؟ 360 ناقص واحد في الربع الرابع، ودي في الربع الرابع السالبة، فيبقى عندك سالب واحد أس عدد سالب مش هيديك واحد، يبقى لا تحقق. تمام، عرفنا ليه 180 لا تحقق؟ لو إلا عوضت عنها فوق هتبقى جت 360 ناقص واحد، يعني تقع في الربع الإيه؟ الربع الرابع، وجا في الربع الرابع السالب، يبقى سالب واحد أس عدد سالب مش هيديك موجب واحد. طب الصفر حقق ليه؟ لو احنا عوضنا هنا فتبقى جا كام؟ 2 في 0 بصفر، 0 ناقص 1 بسالب واحد، جا سالب واحد، جا سالب واحد بتقع فين؟ ها السالب واحد فين يا شباب؟ دي 360 ناقص واحد، خلاص اللي هي يعني دي خلاص احنا قلناها. طب منها 360 العدد سالب واحد ده ممكن نزود عليه ايه؟ دورة، صح؟ الجا بتطرد ايه؟ الإشارة، فتبقى سالب جا واحد. طيب الجا واحد الموجب، فاهمين؟ يعني انت لما عوضت هنا جتا صفر، الجتا صفر بكام؟ فين الصفر؟ الصفر جتا صفر بايه؟ بواحد، طلع بواحدة. أس ايه؟ أس سالب جا سيتا، أس سالب ايه؟ سالب جا سيتا اللي هو العدد سالب لا يقلب الكسر، يعني ما هو واحد هيطلع بايه؟ بواحد، لأن السالب ده أس سالب بيقلب الكسر، فواحد مهما يتقلب هيبقى بواحد. لو الأس عدد سالب ليه هيتقلب؟ ان يعني جا في الاشاره اتطردت بره، يعني تبقى السالب جا واحده. المهم تبقى عارف ان الواحد اس اي عدد بواحد، فهتحقق لك بقى سواء الاس ده كان سالب او موجب. لكن لما جينا عوضنا بال 180 طلعت الجتا 180 بسالب واحد، سالب واحد اس عدد سالب مش هيديك ايه؟ واحد، لان الاس السالب ده هي اللي بالكسر، مش هيديها لك واحد، هيخليها سالب واحد زي ما هي. يتمنى تكونوا استوعبتوا التفكير في الحل يعني. فاللي هينفع له صفر، واللي ينفع اللي هو 45، يبقى ناخد باي و45، ناخد كام؟ صفر، صفر و45، صفر و45، مسائل قوية ولا زي ما احنا قلنا، وعايز تركيز. طيب اللي بعده رقم 11، إذا كان س تربيع ناقص واحد كل أس زائد أربعة بيساوي واحد، فإن س بيساوي ناقص. طيب هنا ممكن نخلي الأساس زي الأساس، يعني قول مثلا
مين العدد أس يعني س تربيع ناقص واحد أس ك بيديك واحد أس صفر، ممكن نقول س زائد أربعة دي بصفر تبقى س بتساوي أربعة، أو ممكن نقول إن العدد ده اللي هو س ناقص تربيع ناقص واحد يا إما هيبقى بسالب واحد يا إما هيبقى بواحد، لأن أنا معرفش الأس ده فردي ولا زوجي. يبقى أنت تاخد كذا احتمال في الحل، تلات احتمالات. خلاص الاحتمال الأولاني إن الأس يبقى بصفر، س زائد أربعة دي بصفر تبقى س بإيه؟ بسالب أربعة. تمام. الاحتمال التاني ان س تربيع ناقص واحد دي اصلا تبقى بواحد، وتبقى س تربيع بكام؟ باتنين، يعني س تبقى موجب او سالب ايه؟ جذر اتنين. تمام. طيب هل هي اتحقق ولا لا الارقام دي؟ موجب او سالب جذر اتنين، دي تربيعها باتنين طبعا، لو عوضنا هنا تبقى باتنين، اتنين ناقص واحد بواحد تنفع، وهنا برضو تنفع في الاس اللي فوق، لان واحد اس اي عدد هيطلع بواحد مش هتفرق. طب التفكير اللي بعده ان س تربيع ناقص واحد دي هتبقى كام؟ سالب واحد، لانها خدناها مره واحد مره سالب واحد، ما اعرفش الاس ده زوجي ولا فردي، فاهمين؟ فانا س تربيع ناقص واحد يا اما هتبقى بسالب واحد او موجب واحد. طب لو خدناها بسالب واحد يا شباب، ها ودي الرقم بقى بعكس الاشاره، تبقى س تربيع بكام؟ بصفر، يعني س تبقى بايه؟ بصفر. يبقى انت عندك كام حل؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى هنا موجب او سالب جزء اتنين صفر وسالب اربعة. فهمتوا؟ نشوف بقى الحل بتاعنا فين كده، سالب اربعة وصفر موجب او سالب جزء اهو، حل في النص. يبقى تاني يا شباب، انا مش عارف الاس ده زوجي ولا فردي، فلازم اخد س تربيع ناقص واحد مرة بواحد وسالب واحد، لان لو كان اس زوجي اللي عندك طبعا س زائد واحد ديت، لو انت يعني دي دالة خط مستقيم، يعني ما انتش عارف يعني الس اللي عندك دي هل هي زوجية ولا فردية، يعني الأس اللي عندك ده ما انتش عارف هو يعني دالة زوجية ولا فردية، س زائد واحد دالة عادية، فانت خدت العدد اللي هو س تربيع ناقص واحد ده كله يا اما هيبقى بواحد يا اما بسالب واحد، لان لو خدنا بواحد بص كده، لو خدت المقدار ده كله بواحد ممكن يبقى سالب جذر اتنين، هنعوضها وهيبقى بواحد، يعني الناتج هيطلع ده واحد أس عدد بواحد. طيب س تربيع ناقص واحد أس كام بواحد؟ س تربيع ناقص واحد لما تساويها سالب واحد س بصفر، اه كده بصفر تطلع بأربعة، الأربعة أس المقدار اللي هنا أصلا هيديك بواحد، يبقى المقدار ده مش هتفرق بقى سواء موجب أو سالب، يبقى ممكن المقدار ده يبقى إيه؟ موجب أو سالب، لأن هنا س تربيع س زائد أربعة لما نعوض عنها بموجب أو سالب جذر اتنين هنا هيطلع رقم موجب، فيربع الرقم اللي يطلع، ونعوضها بصفر هنا تبقى صفر زائد أربعة بأربعة، الأربعة زوجي هيطلعها بالموجب برضه. حاولوا خد لكم رقم 11 دي، عشان ممكن طالب يقول لك أنا هقول له والله الأس بإيه بصفر وما يجيش في دماغه الحالة التالتة دي، هو يقول لك والله إن س تربيع ناقص واحد دي هنخليها بواحد، لأن واحد أس أي عدد بواحد، طب ما ممكن تبقى سالب واحد، لأن أنت مش عارف الأس ده زوجي ولا فردي. ماشي، فتفترض ان هي بسالب واحد وتشوف قيمة السين، لو السين طلعت اتحققت نتعوض كده بقى، بعوض بقى بصفر بأربعة، عوض السين مكانها صفر يبقى صفر زائد أربعة بأربعة، الأربعة ده زوجي وده لما ضرب بصفر سالب واحد، الأربعة هتربعه أصلا هيطلع بواحد. فهمتوا صعوبة المسائل يا شباب أو الأفكار بتاعتها بتتحل إزاي؟ طيب تعالوا نشوف التمرين اللي بعده، ده رقم 12 برضه، نفكر مع بعض. رقم 12 هنا بيقول لي إذا كان تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، فين كده؟ تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين الكل تربيع يساوي تلاتة زائد اتنين يساوي تلاتة زائد اتنين جذر اتنين، فإما س بتساوي نقطة. طيب ايه اللي احنا ملاحظينه؟ والله يا مستر ده مرافق للمقدار التاني صح؟ يعني نعمل ايه؟ ممكن نقسم ده على ده مش كده؟ حاول نضرب في المرافق، يعني ده لو ضربته في المرافق ده بس المقام هيظهر لك ده، حاول اضرب يعني الكاس اللي عندك دهوت في واحد او تلاتة ناقص جذر ناقص اتنين جذر اتنين على تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، او ده خليه كسر، يعني هنا التربيع اهيت المقدار اللي هو تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، يعني سيبها زي ما هي، سيب دي زي ما هي اللي فيها السين، وحاول دي زي ما قلت لك خليها دالة كسرية اللي عندك، وهات المرافق بتاعها اضرب بس المقام في المرافق للدالة اللي عندك دي. طيب
تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس اتنين س. احنا عارفين هنفكر بس معايا كده، تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس اتنين س كانت بتساوي تلاتة زائد اتنين جذر اتنين. ماشي. طيب انت عايز تخلي الأساس زي الأساس، عايز تخلي الأساس ده زي الأساس ده، هتعمل ايه؟ والله ده ممكن تشيله وتحط مكانه المرافق بتاعه أس سالب واحد. بص يا شباب، تعالى كده في الهامش كده فكر بس معايا، انت عارف ان تلاتة زائد اتنين جذر اتنين المرافق بتاعها اللي هي تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، صح؟ طيب لو قلت واحد على تلاتة زائد اتنين جذر اتنين وضربت بس في مقام في المرافق اللي هو تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين وهنا تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، هيحصل ايه؟ هتضرب بسط في بسط يبقى تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، والمقام مرافق تلاتة في تلاتة بتسعة ناقص اتنين في اتنين باربعة، اربعة في اتنين بتمانية، يطلع تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، صح كده؟ يعني انت ممكن تقول ان ده لما يتقلب ده، شوف ده لما ضربته في المرافق طلع بالمنظر ده، يعني انت المقلوب بتاع الكسر ده طلع مين؟ بالسالب، فهمته؟ يعني التلاتة زائد اتنين جذر اتنين دي هتساوي تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس سالب واحد، أس سالب واحد، يعني أنت ممكن تشيل التلاتة زائد اتنين جذر اتنين دي تحط تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس سالب واحد، ها فهمته؟ لأن هي مقلوبها، مقلوبها، بصوا ده مقلوبها، مقلوبه، مقلوبه لما أنت حليت مقلوبه طلع كده، ما ده مقلوبه، ده مقلوب الكسر ده، وصلت الفكرة؟ حاول بس تصور معايا، يبقى انت هتشيل تلاتة زائد اتنين جذر اتنين دي هتخليها تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين الكل أس سالب واحد، لأن دي مقلوبها بيرجع لإيه؟ للدالة اللي فوق، مقلوبها مقلوب الدالة ده أهي بيطلع الدالة الأصلية، يبقى تلاتة زائد اتنين جذر اتنين لما قلبناها وبسطناها طلعت المرافق بتاعها، يبقى تلاتة زائد اتنين جذر اتنين بيساوي مقلوب المرافق بتاعها، مقلوب المرافق. يعني واحد على تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين ده المرافق بتاعها اتضرب اهوت، تلاتة زائد جذر اتنين شايفينه؟ المرافق بتاعه اصلا كان تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، ماشي؟ فالعدد ده بيساوي مقلوب المرافق بتاعه، وصلت الفكرة؟ احنا عارفين ان ده مرافق، حاول بس اقولها تاني عشان تفهمه، ده مرافق اهو، دي معلومة انت عارفها. طيب انت عايز تخلي دي اساس زي الاساس، فتحاول تجيب علاقة، تقول له والله انا لو قلبت ده وضربته في المرافق هيطلع معاك تلاتة زائد اتنين جذر اتنين أس كام؟ تلاتة زائد اتنين جذر اتنين بتساوي تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس سالب واحد. بص يا شباب تاني اهو، احنا خدنا الدالة وقلبناها، ولما قلبناها صفيناها، بس صفينا المسألة فطلعت تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين، فوجئنا بقى لما احنا قلبناها طلعت الايه؟ المرافق بتاعها. يبقى لما انت قلبت الدالة بتاعتك ده، دي الدالة انت قلبتها وبسطتها لقيتها المرافق، يبقى الدالة دي بتساوي مقلوب المرافق بتاعها، خلاص؟ يبقى انت وصلت ان ال تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس اتنين س بيساوي تلاتة ناقص اتنين جذر اتنين أس سالب واحد، يعني الأساس بيساوي الأساس، يعني الأس بيساوي الأس، يعني اتنين س بيساوي سالب واحد، يعني الس تبقى بإيه؟ سالب نص. حاولوا بقى تفهموها، لأن الفكرة دي، أو أنت لما يجيلك كده اقلب ده خالص، خلي تلاتة خلي المرافق بتاعها أس سالب واحد، ماشي؟ لأن العدد ده بيساوي مقلوب المرافق بتاعه. هنختارها بقى ايه؟ اللي هي نص بالسالب، سالب نص. طيب السؤال اللي بعده رقم 13، إذا كان خمسة جذر خمسة ناقص اتنين جذر خمسة زائد اتنين أس س ناقص واحد بيساوي جذر خمسة ناقص اتنين أس س ناقص واحد على س زائد واحد، فإن س بتساوي نقطة. طيب دي هنعملها ازاي؟ نحاول نخلي الأساس زي الأساس عشان الأس يبقى زي الأس. طب نخليها ازاي؟ بسيطة، أنت دلوقتي شايف س أس ناقص واحد هي زيها، يعني أنت ممكن تخلي ده كله أس س ناقص واحد، يعني تقول له والله جذر خمسة زائد اتنين أس س ناقص واحد عبارة عن جذر خمسة ناقص اتنين
أس س زائد واحد الكل أس، طبعا دي كسر بقى، تبقى واحد على س زائد واحد لأن هي كسر، أس س ناقص واحد. فطالما الأس بيساوي الأس زائد الأساس بيساوي الأساس، يبقى أنت وصلت إن جذر 5 زائد 2 تمام. طبعا أو ممكن الأس بصفر، يعني في فرضين طبعا يا شباب، الفرض التاني اللي هو س ناقص واحد دي بصفر، يا إما الأس هيبقى بصفر يا إما الأساس بيساوي الأساس. ماشي، يعني جذر 5 زائد 2 دي اللي عندك شايفها هتساوي مين؟ جذر 5 جذر 5 ناقص 2 أس إيه المقدار اللي عندك اللي هو 1 على س زائد 1 تمام. طيب دي هنحلها ازاي برضو؟ يعني هنعملها زي الفكرة بتاعت اللي فاتت، او نشوف فكرة المرافق، يعني نقلب الكسر بتاعك ده ونشوف المرافق ليه يعني الكسر. ماشي، حاول فكر معايا كده. انت قلت ان جذر 5 زائد 2 اللي عندك، لان الاس زي الاس، جذر 5 زائد 2 يساوي جذر 5 ناقص 2 اس كام؟ س زائد واحد. طيب احنا قلنا يا ولاد ممكن ان احنا نجيب ده مرافقه ونقول اس سالب واحد، عشان نحاول نخلي الاساس زي الاساس اذا الاس بيساوي الاس، مستوعبين؟ يعني ده ممكن نحط مقلوب المرافق بتاعه، مستوعبين؟ زي المسألة اللي فاتت، يعني المرافق بتاعه اللي هو جذر 5 زائد 1 ده، نحط المرافق بتاعه جنبه، يعني نحط هنا بص جذر 5 زائد 2 اس سالب واحد، غير اشارة بقى تبقى سالب. يبقى انت لو غيرت الاشاره جبت المرافق بتاعه قلبته هيديك العدد ده، احنا اثبتناه في المساله اللي فاتت. يبقى لو عندك عدد عايز تجيب المرافق بتاعه تشيل تحط مرافق تحط مقلوبه، بس مش في كله طبعا. ليه؟ لان انت اصلا لو ضربت ده في ده العدد في المرافق هيديك 1، لان جذر 5 في جذر 5 ب 5، و2 في 2 ب 4، 4 5 ناقص 4 ب 1. يبقى تحط امتى مرافقه مقلوبه؟ لو العدد في مرافقه يديك 1. طب ليه بنعمل كده اصلا؟ عشان نحاول نخلي الاساس زي الاساس، زي الاس بيساوي الاس. لما نفكر مع بعض اهو يا شباب، ماشي اهو، اساس زي الاساس زي الاس بيساوي الاس. يعني تقول والله السالب واحد اهي تساوي 1 على س زائد 1، يعني السين زائد واحد هتبدلها تبقى بسالب كام؟ سالب واحد، تودي الواحد بعكس الاشاره، يبقى السين بتساوي سالب 2. فهمتوا؟ جبنا السين بسالب 2. وفي حل اخر ما تنساهوش، ان الاس بصفر، وهي يا اما حلين يا شباب، يا اما الاساس هيساوي الاساس او الاس بيساوي الاس. لما الاساس بيساوي الاساس سويناهم ببعض، لقينا جينا نحلها معادله مش هينفع نحلها كده، هتعمل ايه بقى؟ تقوم شايل المرافق ده وحاطط مكانه تشيل يعني جذر 5 زائد 2 تحط مرافقه، بس تحطها اس سالب. ليه؟ لان العدد ده لما ضرب في مرافقه، العدد في مرافقه يديك 1 خلاص، يبقى انت هتشيله وتحط مقلوبه، لان لما تضربوا بعضك 1 هي هي، يعني ده مقلوب ده، يعني ده ومقلوبه لما تضربوا في بعض يديك ايه؟ سالب 1، يديك 1. العدد فين؟ في المرافق بتاعه ب1، فتقوم شايله وحاطط مقلوب المرافق بتاعه. فهمتوا؟ العدد، لان دول لما يضربهم في بعض هيديك 1 تمام، العدد في مرافقه، العدد لما يتضرب في مرافقه يديك 1. فعشان كده شلنا جذر 5 زائد 2 وحطيناها، جذر 5 ناقص 2 الكل اس سالب 1. وصلت شباب؟ انا وضحتها كذا مره اهو عشان انا مش فاهم. يبقى جذر 5 زائد 2 هتشيلها وتكتب مكانها جذر 5 ناقص 2 الكل اس سالب 1. ماشي، اللي هي مقلوب المرافق بتاعها. يبقى العدد يساوي مقلوب المرافق بتاعه لو العدد في مرافقه كان بيديك 1. خلاص، وبعدين سوينا الاس اساس بالاساس اذا الاس بيساوي الاس، وطلعنا قيمة السين. هنا س ناقص 1 بتساوي 0، يعني السين هتطلع بكام؟ 1. يبقى انت عندك حلين، 1 وسالب 2، مسائل قوية يا شباب. طيب السؤال اللي بعده، آخر مسألة. إذا كان طول نص قطر كرة يعطى بدلالة الحجم من العلاقة، ممكن بيساوي 3 ح على 4 باي كل اس تلت. اجري الزيادة في طول نص القطر عندما يتغير الحجم من 32 على 3 باي الى 36 باي وحدة مكعبة. طيب احنا عايزين نجيب ايه اصلا؟ الزيادة في نص القطر عندما يتغير الحجم من كذا لكذا. طيب انت عارف الزيادة في طول نص القطر، هو جاب لك العلاقة 3 ح،
تلاتة في ح على أربعة باي. طب الحجم هتعوض عنه، بس هتعوض العجم هنا، ح دي حطها هنا اللي هي اتنين بس، خد بالك هتجيب الكبير مع الصغير، يبقى انت هتعوض مكان الح ب 36 باي هنا، وتعوض ب 32 على تلاتة، وت ايه وتطرحهم من بعض. بس دي فكرة الحل يعني، ماشي، عشان ايه ما تتشتتش كده في المسألة، يعني مفيش فيها حاجة أصلا. خلاص ركز كده معايا بس وانت تفهم. يبقى التغير في نص القطر لما تغير الحجم من كذا لكذا، يبقى انت عارف التغير في الحجم يساوي ناق 2 ناقص ناق 1، يعني لو في نص القطر ناق 2 ناقص ناق 1. يبقى تقول والله التغير في زيادة طول نص القطر هيساوي، نقول له ايه، 3 مضروبة في 36 باي على 4 باي كل أس 3 أس تلت، ماشي، ناقص 3 في الحجم الجديد اللي هو 32 على 3 باي على 4 باي كل أس ايه، أس تلت. حاول بقى ايه تحسبها، 36 على 4 في 9، 3 في 9 ب 27، والباي تروح مع الباي، بقت 27 أس تلت. هنا 3 تروح مع 3، 32 على 4 في 8 يبقى 27، شايفين كده شباب، 27 أس تلت ناقص 8 أس تلت. طيب بسيطة، 27 أس تلت اللي هي تبقى 3 أس 3 أس 3 في تلت ب 3 يعني، واتنين أس تلت أس 3 في تلت يبقى تطلع ب 2، 3 ناقص 2 ب 1، يبقى التغير في زيادة في نص القطر 1 وحدة طول. كده نكون خلصنا الدرس يا شباب، مستويات عالية بالتفكير من كتاب الماهر، أتمنى تكونوا فهمته، ربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.